السلام عليكم. اليوم قاعد اتمشى بالافنيوز وبقول لكم قصة شيخ النصابين. هذا شخص طلع عليه خبر من فترة انه داخل السجن المركزي قدر انه يرتكب العديد من عمليات النصب على المشاهير. شلون؟ طبعا هذا اللي الناس تعرفه، لكن الحقيقة الغريبة في الموضوع هي من هذا الشخص قبل دخول السجن. أكيد استغربتوا إنه شلون قدر إنه ينصب على المشاهير وهو داخل السجن المركزي، لكن هذا اللي طلعوه حق الناس. لأن الحقيقة أغرب من هالحكي. هذا شخص ولد عائلة ينقال لها بو نقط نقط، معروفة عندنا في الكويت. هذا الولد قبل لا يدخل السجن كان الولد يسوي أفلام، يتعرف على الصحفيين. عشان كذي لما انتشر الخبر لاحظوا ان جميع الصحفيين صلوا فيه شرق، لان الولد نصب عليهم. ما نصب بس على المشاهير، كان يستغل بعض الصحفيين وياخذ منهم ارقام المشاهير من الفاشينستات، وارتكب وياهم اكثر من عملية نصب قبل لا يدخل السجن. شلون؟ انا اقول لك مش سوى فيهم. في مذيعة مشهورة جدا، مشهورة على مستوى الخليج، يعني لا تخلوني اقول اسمها بعد. زين، هذه نصب عليها. شلون؟ قال لها ابيك تجيني عندي في اليخت. طبعا هو على بنا لورد، وبمقابل 4000 دينار مقابل قعدة يعني تعارف، لكن قدر انه يتعرض لها. والبنت ما تكلمت ولا اشتكت لأنها مشهورة وما تبي تنفضح، وأصلا ما عطاها ولا حتى ولا فلس. مشت الأمور. طبعا هو يوري صورها حق الفاشينستات الثانيين، يصدقون إذا هذه رايحت له قاموا يروحون. الولد كان مأجر غرفة في أحد أشهر الفنادق بالكويت، معروف على دوار، الكويتيين كلهم يعرفونه. ليش؟ طبعا عندهم بيت، لكن الغرفة هذه حق الديكور، وكان يدفع لها بشكل سنوي. وطبعا بفلوس منه اللي ينصب عليهم. شو قاعد يسوي؟ كل ما يتعرف على وحدة يقول لها تعالي لي الفندق، والفندق هذا معروف. شلون؟ وفعلا اللي يشتغلون بالفندق يعرفون ان هذا اصلا ساكن عندهم، مو مجرد انه زيارة. لذلك البنات يصدقون انه غني. كان يروح يأجر من مكتب سيارات بالسالمية، مرة يأجر مكلارين، مرة يأجر رينجات، مرة كذا. اكتشف واحد من الربع السيارة اللي كان يسوقها، لانها كانت مميزة جدا، مأجرها من المكتب، يعني ما في منها كثير بالكويت. فلقاها في احد المكاتب التأجير في السالمية، ولما سأل قال يبا هذا اصلا كل فترة يرد السيارة وياخذ غيرها. المهم الولد هذا نصب على احد تجار الساعات. شلون؟ هذا الولد يبيع ساعات رولكس. تعرفون ساعات رولكس فيه ب10,000، فيه 20، فيه 30، فيه ب5، وفيه 2000، على حسب، فيه الماس، فيه كذا. فكان شنو يتصل عليه يقول له عندك ساعة الفلانية، يقول لي موجودة كم؟ 10,000 أو 15,000 دينار. يرسل له مندوب يعطيه 15,000 ويأخذ الساعة. مرة ثانية يدز له 20,000 ويأخذ ساعة. مرة ثالثة يدز له 30,000-40,000 ويأخذ الساعة. المرة الرابعة الخامسة يأخذ ساعتين ثلاثة ويقول له شنو خلها بعدين أعطيك. فرجع تكون على ثقة ويشفط له كذي، طلع بكم؟ تقريبا 40,000-50,000 دينار. وهذه شغلته، كل فترة ينصب له على واحد ويجمع الفلوس ويبيع الفاشينستات. اللي سمعتوا سالفتها فاشينست اللي قاص عليها، ترى بايع لها ساعات اصلا وهو بايقها. علشان كذي لما انسجن كان عنده خبرة سابقة وعنده ارقام الفنانات والمذيعات والفاشينستات وكذلك الصحفيين، وكان يراسلهم ويكلمهم من داخل السجن. يعني الولد هذا ما كان وليد لحظة السجن، لا، كان برا السجن أصلا محتك بالصحفيين وماخذ مضبط أموره وعارف ينصب على منه ويجي منه، مو مثل ما أثير بالصحافة
انه هو نصب عليهم داخل وما داخل، لان هذا حكي شويه ما يدخل العقل. صحيح ان نسبه صحه الخبر كان 30% فقط يعني. المهم هذه نهايه سالفتنا اليوم عن شيخ النصابين اللي الان موجود في السجن المركزي وناصب على اشهر الفاشينستات بالكويت واشهر المذيعات في الكويت. هذه نهايه سالفتنا، وفمان الله، مع السلامه.